تفضل يا هذال. هذال السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. عليكم السلام. تفضل. الله يوفقكم ان شاء الله. عندي سؤال. حياكم الله. تفضل. سؤال بالنسبه لقروض البنك الاهلي. نعم. البنك الاهلي متعاقد مع شركه ارز، وعندها اذا جيت اطلب القرض يحولوني على الشركه بعد ما اخذ الكميه، والشركه تطرح لي خيارين، يا بيع يا استلام الكميه. فانا اريد تفصيل هل هي حلال او حرام. مع العلم ان اجراءاتهم كلها صوريه، شكل صوره يعني على الورق. طيب شكرا يا اخي. اذا كان البنك او غير البنك عنده السلعه التي تريدها وتشتريها منه عنده في حيازته عنده تشري منه، اما اذا كان يحولك على اموال الناس وعمله صوري كما ذكرت فهذا لا يجوز. نعم.